هل من القسوة ان اعتدى رجل على فتاة ان هو يتجوزها ولا يطلقها؟ وفتاة ايه اللي تستحمل ان واحد اسف في التعبير يغتصبها وتبقى مجبرة ان هي تتجوزه وتعيش معاه بقية عمرها وهي اصلا مش طايقة ان هو اعتدى عليها؟ ندرس الموضوع ده مع بعض بشيء من التفصيل. السؤال اللي قاله استاذنا الحبيب موريس اللي تسأله، وايضا انا قلت لحضراتكم ان هو بيتكتب في كذا مكان وملحدين كتير بيسألوه، بيقول اذا اغتصب رجل فتاة ما هو حكم الكتاب المقدس في ذلك؟ الحكم الكتاب المقدس يحكم على الفتاة اللي اغتصبها رجل انه يتزوجها ويطلقها. كلام ده فين؟ سفر التثنية 22. اذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فامسكها واتبجع معها فوجد، يعطى الرجل الذي اتبجع معها لأب الفتاة 50 من الفضة وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أزلها، لا يقدر أن يطلقها كل أيام. وطبعا بيكملوا بعد كده المشككين أساليب غير لائقة، مش هكمل الكلام. أولا من فين جابوا اللي بيقولوا هذا الأمر إن دي حالة اغتصاب أو اعتداء؟ الحقيقة الكتاب المقدس اللي ما يكونش راجع الأحكام كلها مع بعض هيكون وقع في إشكالية، ممكن يفهم بعض الأحكام خطأ. عارفين زي القانون لازم تشوف مبادئ القانون بالكامل، لأن لو خدت جزء من القانون ممكن يتفهم خطأ، لأن القانون بيكون ليه بيضع الاحتمالات التفرعات. لو خدت تفرع واحد من القانون بدون ما تفهم القانون بالكامل هيكون في إشكالية. الرد باختصار، الإصحاح ده فرق ما بين علاقة رجل بفتاة في الحقل وعلاقة رجل بفتاة في المدينة، وقال بوضوح لو رجل بفتاة في الحقل ده اغتصاب وساعتها يترجم من الرجل وحده، لكن لو في مدينة يعني برضاها، يعني دي زنا وليس اغتصاب. بمعنى ايه؟ في الحقل الكتاب المقدس شرح وقال لأنها لو كانت في الحقل، لأنها حتى لو صرخت محدش هيقدر يعينها، وعشان كده عقوبة لو واحد مسك واحدة وفعل معاها الشر في الحقل يترجم لوحده هو بس اللي يتعاقب على جريمته دي، بقى لا فيها لا يتجوزها ولا يدفع 50 من الفضة ولا غيره. ودي الأساس الإجابة بتاع أستاذ حبيبنا أستاذ موريس وكل اللي بيسألوا في النقطة دي أو بيسألونا كمسيحيين في النقطة دي. ده اللي يعتدي على فتاة يرجم لوحده، والقاضي حتى لو لقي إن هو في المدينة في مكان هي لو صرخت، المبدأ القانون أستاذ الحبيب موريس مبدأ القانون بالكامل إن هو لو الفتاة لقوها في موقف حتى لو صرخت محدش كان هيعينها يترجم لوحده، لا يتجوزها ولا غيره، ده بيتمسك يترجم على طول وهي بتبقى بريئة. لكن في المدينة لو الموقف واضح ان هو لو بدأ يعتدي عليها وهي لو كانت صرخت كان اي حد هيساعدها، ده معناها ان هي مش غصب عنها، ده معناه ان هو بموافقتها. فاحنا تحولنا من اعتداء او اسف تعبير اغتصاب الى موافقة، لأن لو كانت ترفض كانت صرخت كان أي حد هينقذها. بالإضافة إن لازم نفهم إن ده حكم عام والقاضي عليه إن يحقق أكتر ويتأكد إذا كان ده زنا أم اغتصاب، لأنه بيفرق جدا. لو كان زنا بموافقتها هي اللي وافقت عليه وفعلت الشر ده معاه هيتجوزوا بعض ومش هيقدر يطلقها، اما لو ما كانش بموافقتها هو هيترجم لوحده وهي هتبقى بريئه. الفلسفه بيبقى ايه؟ هل لو كانت مش بموافقتها وكانت صرخت هل فعلا كان في حد ينقذها ام لا؟ معايا اساتذتي الاحباء استاذ حبيب موريس، وهاكد الكلام ده بنصوص الكتاب المقدس، بس هل الفكره اتضحت؟ لو اثبت انه باختيارها يعني قبلت تزني مع هذا الرجل موافقتها قبل الموضوع ده، ولان الاثنين مش متجوزين
فبدل ما يترجموا الاثنين لانهم زنوا لا يدوهم فرصه ان الاثنين يتجوزوا وما يقدروش يطلقوا بعض. والوحيد اللي ممكن يكون من حقه الرفض الزوج. والحكم ده على فكرة ده ليس حكم عام، ده على شعب إسرائيل، يعني في الناموس الطقسي في زمن خاص لشعب خاص في ناموس خاص، ناموس صارم لأجل الحفاظ على شعب إسرائيل من أي خطيئة تنتشر فيه. هنيجي ندرس الكلام مع بعض عشان الكلام فيه تفصيلات مهمة البعض كان ممكن يمسكها أو يقول يعني إيه بالظبط وإزاي ده في كلمة أمسكها وفي مرة أزلها وي 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 وي. ندرس السفر مع بعض، الصح مع بعض، ونشوف بيقول إيه. سفر التثنية 22 جه في سفر التثنية 22 مرة كلمة أمسكها، ومرة أو مرتين عن عذراء مخطوبة في الحق ومرة عن عذراء غير مخطوبة. لكن لما ندرس في العبري نلاقي الكلمتين مختلفتين. أولا كلمة أمسكها في الحقل اللي في عدد 25، ففي تثنية 22-25 كلمة أمسكها في الحقل، نلاقي الكلمة دي لما نقراها نلاقيها مختلفة شوية. الكلمة دي تأتي بمعنى إجبار، رغم ان هي في العربي اترجموا بمعنى متساوي، لكن في العبري كلمتين. الاولانيه بتاعه الحقل اللي هي تحت رقم H2388 اللي هي كلمه شزاك، الكلمه دي اسف خزاك، الكلمه دي بمعنى فورس، سيز يعني قبض، ريب يعني اسف اختصر بقوه. كويس، ده لو نيجي للقاموس كبح قهر تقييد. فكلمة أمسكها في الحقل معناه هو قهرها يعني أجبرها. ما عندي صوت، لا في صوت، طب أشكر ربنا. أما الكلمة أمسكها الثانية اللي في عدد 28، إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واتضجع معها فوجد، الكلمة الثانية المستخدمة هنا اللي هي معنى الضجاع اللي هي تحت رقم H8610، فهي كلمة مختلفة اللي هي كلمة تفاس. كويس، يعني حتى تيجي بمعنى تلاعب، وهنا تلاعب بمعنى تلاعب آسف تلاعب جنسي. يعني كان في تلاعب جنسي ما بينهم وانتهى الأمر بالزنا معايا. فالكلمة الثانية لا يوجد فيها لا معنى قوة ولا إجبار ولا غيره، يعني بموافقة وبرضا وبالتلاعب، لكن كان فيه وفاق. فالفرق اللغوي الحقيقة كان مهم قوي 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 قوي، لأنه هيوضح الحالة الثانية اللي بيتكلم عنها. الحالة الثانية دي ليس فيها أي إجبار أو إخصار. وصح بيقول إيه؟ تثنية 22 بداية من عدد 22، إذا وجد رجل مضجع، وجد رجل مضجع مع امرأة زوجة، الزوجة خلاص خلص الموضوع، بقى فيها لا إجبار ولا مش إجبار، خلصنا. بعد يقتل الاثنين، الرجل المضجع مع المرأة والمرأة، إلا لو كانوا فين؟ في الحقل. ليه؟ لأنها في الحقل هتكون مجبرة، هي ما كانتش عايزة تفعل هذا الشر. فحكم الزنا ما بين رجل وامرأة متزوجة خلاص يتقتل. ويكمل طبعا اذا زنى رجل مع امرأة فقد زنى مع امرأة تبيه وي 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 وي، يقتل الزاني والزانية. في الحالة دي الاثنين حكمهم واحد يتقتل. لكن يكمل بقية الكلام، لأن ده حكم عام يكمل بعض التفصيلات زي ما قلت للقانون لا يكون في حاجة ممكن تتفهم خطأ. إذا كانت الفتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة وضجع معها، وفهمنا وجدها، وفهمنا أيضا العدد 25 أمسكها إن بيتكلم على إن هي معناها إن هي بموافقتها، ومخطوبة في حكم متزوجة يعني مكتوب كتابها الكتوب العبري،
مرتبطة برجل تبتدي دبلته تحمل اسمه رغم ان هي ما انتقلتش لبيته بعد. وجدها في المدينة معناها مكان مزدحم، قصد المدينة ما بيحددش المكان، الزنا ما فيش يفرق فيه المكان لكن تحديد الحالة، يعني مكان مزدحم ممكن في ناس يساعدوها ينقذوها لو كانت مجبرة، لأنها لو كانت صرخت أو أي محاولة كانوا ناس هينقذوها. فطالما في مكان ممكن كان ناس ينقذوها ولكن الموضوع كان في هدوء، ده معناه بموافقتها. فالقاضي بيشوف هل المكان كان فيه إمكانية لإنقاذها ولا لا، لو ما كانش معناها إن هي كانت بإرادتها. فأخرجوهم كليهما إلى الباب تلك المدينة وأرجموهما بالحجارة حتى يموت الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، ورجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطك. هي مخطوبة ولكن تعتبر امرأة رجل، لأن الخطوبة العبري هو يعتبر زي الزواج الكامل في كل شيء، رغم هي لسه ما راحتش بيته بعد. وهي تترجم لأن ده كان بموافقتها، لأنها كانت في المدينة لو ما كانت رافضة كانت صرخت كان أي حد أنقذها. فعدم صراخها أو مقاومتها يعني هي زادت برضاها وموافقتها. ولكن إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واتضجع معها يموت الرجل الذي اتضجع معها وحده. ليه؟ ده معناه إن هو مش بموافقتها. معايا؟ أرض متسعة ما فيهاش ناس مسكها واعتدى عليها، وحتى لما صرخت محدش سمعها فهي بريئة مش زانية. وكلمة أمسكها هنا معناها إجبار وإقهار على عكس الكلمة التانية. كويس؟ وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئا، ليس على الفتاة خطية للموت، بل كما يقوم رجل على صاحبه يقتله قتلا هكذا هذا الأمر. يعني هو المذنب فقط وهي بريئة في كل شيء. هي تكون بريئة لا يوقع عليها أي عقاب لأنها مظلومة معتدي عليها. ترجم يونسان أضاف جزء من الفكر اليهودي للتقليد للشيوخ أضافوه، والكلام ده كان غلط، وده يوضح حتى تقليد الشيوخ ما بين الكلام الكتاب المقدس. قالوا لو خطيبها ليه الحق أن يفك خطبتها، والكلام ده الحقيقة غير صحيح. المهم الكتاب المقدس يشبه موقفها بموقف رجل موجود في الحقل من غير ما ياخد باله، واحد جه من وراء اعتدى عليه وقتله، ما خد يعني ما لوش ذنب. فبيقول الفتاة دي كانت موجودة في الحقل، واحد جه اعتدى عليها وحتى لما صرخت محدش سمعها فهي بريئة مظلومة مسكينة، الراجل ده هو اللي اتقتل وهي بريئة في كل شيء. انه في الحقل وجدها فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من يخلص. فالناموس هنا بيوضح الملابسات الظروف المحيطة عشان كده يحكم في صالحها. اليهود قالوا لو هي اعترفت ان ده كان برضاها يبقى تتقتل، لكن لو ما اعترفتش تبقى هي بريئة لانها في الحقل لم تجد من يخلص. يكمل عدد 28، اذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة، ده كمالة لايه استاذ الحبيب موريس؟ ده بيكمل ايه؟ وحتى جاي في السياق الكلام ده بيكمل الاحكام اللي فاتت. في الاحكام اللي فاتت عرفنا اوريدي بالفعل لو هي مجبره هو اللي هيترجم لوحده، لو هي مش مجبره يعني بموافقتها وهي مخطوبه او متجوزه هيترجموا الاثنين، لكن لو هي مش مجبره وبموافقتها يتجوزها. فهنا بيكمل للحالات الاثنين اللي فاتوا، هي انه راجل وزي ما قال وده شرح اليهود ان هو لازم يكون رجل غير متزوج، لان هو لو متزوج هيترجم، وده برضو قالوا المفسرين اليهود والمسيحيين. وجد فتاة يعني قابلها غير مخطوبة هي حرة تتجوز اللي هي عايزاه، امسكها زي ما شرحت الكلمة ان هو بمعناها بموافقتها، الامر كان فيه تلاعب، وضجع معها يعني زانية، فوجد يعني هم في الفعل بيزنوا ناس شافوهم ولا كانوا بتصرخ ولا شيء، لانها لو كانت صرخت كانوا جنجدوها
فالامر يوضح تماما ملابساته بتتم بموافقتها وارادتها الكامله، فهي ترغب في هذا الامر معايا يعني. قال لها وهي وافقت، والامر سواء كان في تلاعب فكري او غيره لكن كان في اقتناع وكان في موافقه، ده تم برضاها. يعطي الرجل الذي اتبجع معها لأبي الفتاة 50 من الفضة وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أذلها. إيه القصة هنا؟ هنا تصحيح الموقف. هنا كان في فضيحة، الراجل ده حتى لو أقنع الفتاة دي تفعل معاه الشر لكن هي كده فضحها، لأنه كان من حقها طالما هي كده كده موافقة. طب ما كان يتجوزها رسمي بطريقة محترمة لائقة، هما اتفقوا على العلاقة دي لكن تمنوها بطريقة خطأ نتيجة لاستعجالهم. الحل البديل ان بدل ما يتقتلوا، الحل البديل ان هو يتجوزها. هو غير متزوج، هي غير متزوجة، هي عذراء، وبناء عليه يتجوزه. وطالما انه زواج فيعطي هدية، هدية الزواج وقيمته 50 من الفضة، ده تقيل، ده يقول فيه 50 من الفضة هو الحد الأدنى، ممكن أبو البنت دي يصر على رقم أعلى من كده، وذكر في حالات وصل لغاية 1000 من الفضة وغيره، مع اعتبار أنه 10 فضة في زمن موسى كانت تساوي أجرة عامل في السنة، و30 من الفضة تساوي 8 عبد. ده رقم تقيل اللي يتقال عليه، ولا يسمح له بتطليقها كل ايامه لانه اخطا، فما ينفعش يجي في وقت ما وقعت يقول خلاص هصحح خلطتي ان انا اتجوزها ادوبك فتره صغيره بعد كده اطلقها. لا، هو اقنعها ان هي تزني معاه، كان يقدر يروح يطلبها من ابوها لكن اقنعها ان هي تزني معاه، فلانه اذلها باقناعه ليها ان هي تقدر تزني معاه وهي وافقت، يبقى يتجوزها وما يقدرش يطلقها مره ثانيه، ويدفع كمان المبلغ الكبير ده، لان الخطا برضه وقع عليه لانه كان عنده طريق صح يعمله ان هو يروح يطلبها من ابوه. فاذلها لانه خلاها بدل ما هي طالما وافقت، طب ما كان يتجوزها رسمي. معايا أحباء، مع ملاحظه ان الامر بيستلزم موافقتها وموافقه ابيها، وده اللي يقوله سفه الخروج. إذا راود رجل عذراء، نفس الكلام، ما هو سفر التثنية بيلخص، أو حتى تثنية الاشتراع بيقول الاشتراع مرة تانية، هو بيكرر الكلام اللي اتقال قبل كده بطريقة تانية توضيحية. سفر خروج بيقول نفس الكلام، خروج 22-16، إذا راود رجل عذراء، راجل لاعب بمخ واحدة، آسف التعبير، فتاة عذراء وأقنعها هي تفعل الشر معاه، فاتجع معها يمهرها لنفس زوجة، هو ده نفس الكلام. فاللي كان بيقوله هنا ان واحد مع واحدة عذراء غير متزوجة، ده مش معناها اغتصاب، لو كان اغتصاب هو يركب خلصت، لو كان في اي دليل عند القاضي ان هم انفعلوا الشر ده مثلا في الحقل، معناها ان هي صرفت محدش انقذها، على طول هو يركب خلصت، دي ملهاش استثناءات. اما لو كانت في المدينة بإرادتها، يعني كانت موافقة، يعني ما صرختش، يعني موافقة للي هو عملها، يعني هو روادها أقنعها بالكلام ده وهي وافقت، إذن ساعتها طالما هي عذراء وهو مش متزوج يبقى الاثنين يتجوز، يمهرها لنفس زوجة. إن أبى أبوها أن يعطي إياها يزن له الفضة كمهر العذارة، لو أبوه رفض، لو أبوها رفض برضو عليه لازم يدفع المهر بتاع اي فتاة كان هيتجوزها. فهي لو رفضت بعد هذه الحادثة، او ابوها رفض ورفضت تنطبق بيه وابلغت ابيها وابوها رفض لانه شايف ان الراجل ده يعني خدعها، ان اقنعها ان يتزني معاه، فيدفعوا العقاب المادي، وساعتها هي هتقعد كده مش هتتجوز، لانه زي ما بيقول الغير عذراء، يعني حتى النص كان بيقول وخاصة بالنسبة للاويين ان هو ما يتجوزش فتاة غير عذراء، وقيمة المهر هو اللي حدده السفر التثنية اللي هو 50 من الفضة. فتثنية 22 هو تكميل لخروج 22. ملحوظة ان الكلام ده يطبق على اليهود في هذا الوقت.
القصة كلها كان ربنا عايز يوضح لشعب إسرائيل إنه ما يفعلوش الشر، ولكن هي مهمة جدا إنه يفهموا بالقواعد الصارمة دي، لأن ربنا بيكره الخطية معايا، لأنه الخطايا وخاصة الخطايا الجنسية كافية بالتدمير المجتمع والشعب والكنيسة. فهو ده اللي حب يقوله ربنا، عشان كده وضح النقطة دي. ولكن في نفس الوقت ربنا وضح الصرامة إنه لو شخص هو المعتدي هو اللي هيتقتل. ومرة تانية الوصايا دي مناسبة أكتر لزمن موسى، وعشان كده زي ما قلت ده ناموس طقسي بالنسبة لليهود. أما بالنسبة للرب يسوع المسيح حارب الخطية مش بس بالقوانين اللي زي كده، الرب يسوع المسيح حارب الخطية من منبعها من القلب. إنه الإنسان لو الخطية من قلبه حتى لو ما فعلش، لو إنسان بيشتهي واحدة وكان عايز يعمل معها الشر ده، سواء كان عايز يقنعها أو سواء كان عايز يعتدي عليها في الحقل، الحقيقة هو مدان أمام الله حتى لو ما عملش، لو زنى بيها في قلبه هو مدان أمام الله. ده اللي حبيت أوضحه. في مرة تانية خروج 22 وتثنية 22 مكملين لبعض. تثنية 22 استثنى أولا الحالة لو كانت في الحقل وهي صرخت وهو اعتدى عليها، مخطوبة غير مخطوبة هو هيتقتل لوحده، ولكن لو كانت في المدينة، لو كانت هي مخطوبة الاثنين هيترجموا، لو كانت هي غير مخطوبة يبقى ساعتها باقتناعها وكانت موافقة يبقى يتجوزوا ويدفع لها مهر العزارة بالكامل، وزي ما أكد سفر خروج 22 هو لو راودها يعني أغواها أقنعها. ده القصة باختصار شديد. أتمنى أكون عرفت أوضح ولو حاجة بسيطة على قد ضعفي، ولكن برضو الناموس ده بيتكلم على الناموس الطقسي. الرب يسوع المسيح ناموسه أفضل بكتير لما أتكلم على ناموس القلب. فزي ما قلت دي ليست حالة اغتصاب، ولكن حالة زنا بين شاب وعذراء برضاهم، ويكون عقابهم إن هم يتجوزوا وما يقدرش يطلقها لأنه هو اللي أقنعها بالأمر ده، فيبقى بناء عليه ما يقدروش يطلقوا ولا ينفصلوا، وعشان كده يدفع مهر غالي بدل من هم يترجموا وما يقدرش يطلقها بقية حياته، بالشرط قبولها وقبول والدها لهذه الزيجة. ربنا يبارك حضراتكم. وأقف عند الحد.